اكثر من قرن ونصف مضى على الحرب الاهليه الامريكيه التي انتهت بتوحيد البلاد وحظر تجاره رقيق الا ان شبح الاقتتال عاد اليوم ليخيم من جديد فالاستقطاب الحاد الذي تعيشه الولايات المتحده منذ السنوات يشبه الى حد ما الاجواء التي سبقت تلك الحرب واودت بحياه نصف مليون امريكي انقسامات تصل حد العنف المسلح متطرف يستهدف منزل رئيسه مجلس النواب، مرشح يطلق النار على مشرعين، متظاهرون يحتلون الكابيتال، لغه العنف تطغى على لغه الحوار. والحال ان النزاع المسلح الذي اندلع عام 1861 اثر انقسام الامريكيين حول العبوديه، خيب امال الاب المؤسس جورج واشنطن الذي كان اوصى مواطنيه ان يتمسكوا بمبادئ الامه. اتحادكم يجب أن يكون دعامة أساسية لحريتكم وحب أحدهما سيحثكم للحفاظ على الآخر فهل يخيب الأمريكيون مجدداً وصايا الأب المؤسس؟ وهل تهدد حقاً حرب أهلية جديدة الحلم الأمريكي؟ أنا ميراشا غازي أهلاً بكم إلى سؤال المليار من الشرق بودكاست محافظون وليبراليون انصار ترامب الملياردير المثير للجدل وانصار عدوه اللدود بايدن السياسي المخضرم غير المحبوب اجواء مشحونه بالكراهيه والغضب خلافات حول شتى القضايا انتخابات سلاح حريه اجهاض مثليه وغيرها الكثير الامريكيون منقسمون اليوم كما لم يكونوا منذ وقت طويل لكن غالبيتهم يتفقون على امر واحد الامه نار تحت الرماد فاستطلاعات الراي ترجح اندلاع العنف المسلح خلال العقد المقبل والمفكرون والناصحون يحضرون امتنا في خطر والتهديد الكامن على وحدتنا ليس الصين او الاسلحه النوويه الروسيه ولا حتى ملايين المهاجرين نحن الخطر افضل مؤشر لوقوع حرب اهليه في المستقبل هو وقوع حرب اهليه في الماضي، هذا هو المؤشر الرئيس. والولايات المتحده تدخل هذا الطريق، لكن لا احد يعرف حقا مدى الاقتراب من الحرب الاهليه. المخاوف من انزلاق الولايات المتحده الى حرب اهليه اثارت شهيه العديد من الباحثين. احدهم هو الكندي ستيفن مارش. الذي عاش سنوات بين الامريكيين لكنه قدم نظره تشاؤميه حول مستقبلهم في كتاب اصدره عام 2022 بعنوان الحرب الاهليه التاليه الكتاب يلقي الضوء على النزعات العميقه في الحياه السياسيه الامريكيه التي تقدم مثالا تقليديا لحاله بلد يقف على وشك حرب اهليه نتحدث عن كل من عدم المساواه الاقتصاديه على المستويين العمودي والافقي بشكل غير مسبوق اضافه الى التدهور البيئي الذي يؤدي الى حركه الهجره الواسعه ناهيك عن نظام سياسي شبه شرعي او بالاحرى النظام الذي لا يعد استبداديا ولا ديمقراطيا كل هذه الظواهر عباره عن مقدمه كلاسيكيه لحرب اهليه قد تجدونها في شتى اصقاع العالم لكن في حاله الولايات المتحده يضاف الى هذه الظواهر تصاعد العنف السياسي الداخلي أمام محكمة منهاتن يشتبكون قبل جلسة استماع يواجه فيها ترامب اتهامات بشراء صمت نجمة أفلام إباحية أنتم على الجانب الخاطئ تقول سيدة لكاره الرئيس السابق في <تص> كاليفورنيا قبعة عليها شعار ترامب تستفز انصار بايدن فيعتدون على صاحبها. مطاردة في كنتاكي بين مسلحين مؤيدين لترامب ومتظاهرين في حركة حياة سود مهمة. تتدخل الشرطة لفض الاشتباك. وفي تكساس يهتف امريكي من اصل افريقي رئيسي عنصري فيرد ابيض غاضب ترامب ليس عنصريا. تنتقل المناوشات الى جوار برج ترامب في نيويورك. كلا الحزبين الامريكيين يتهم الاخر بدفع البلاد نحو العنف السياسي. لدى كل منهما حجه على الاخر. الديمقراطيون يتهمون الجمهوريين بالتطرف والجنوح الى العنف، والجمهوريون بدورهم يتهمون الديمقراطيين بالاستبداد وضرب قيم المجتمع. لنستمع معا كيف عبر بعض الامريكيين عن غضبهم لقناه ام بي سي نيوز خلال مسيره تأييد لترامب في اغسطس الماضي في نيو لقد سرقت الاصوات، اعتقد ذلك من صميم قلبي، اذا اراد ترامب ان احميه فسافعل. انه هتلر النازي لا يمكنك اسكات خصمك السياسي لانك لا تتفق معه يجب ان يكون جو بايدن في السجن بسبب الرشاوه اتوقع حربا اهليه قسمت البلاد من الواضح اننا لا يمكننا العيش معا من كان ليتصور يوما ان ابناء اقدم ديمقراطيه في العالم لم يعد بامكانهم العيش معا هل حانت ساعه الحرب الاهليه خطوة واحدة أقرب إليها لقد اشتريت ذخيرتي بالفعل دعونا نشن الحرب حرب أهلية ارفعوا السلاح أيها الناس هذه العبارات المتحمسة للحرب ليست من فيلم سينمائي أمريكي ولا هي تنبؤات عائلة سمسن التي يصيب بعضها وتحاك الخرافات حول بعضها الآخر إنها مجرد عينة صغيرة من ردود فعل انصار ترامب رصدناها على موقع اكس بعد وقت قصير من تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس السابق في فلوريدا على خلفيه وثائق سريه احتفظ بها ما احدث انذاك عاصفه سياسيه في البلاد. كالفيروسات انتشرت عدوى الحديث عن الحرب الاهليه في كل الاتجاهات. في الشارع، بين السياسيين وحتى رجال الاعمال. ما نحتاجه ربما في العصر الحديث هو سولا هذه تغريدة لمالك منصة إكس الملياردير المثير الجدل ألم ماسك كتبها في الثالث عشر من يونيو هذا العام وفيها يعلق على مزاعم تلقي بايدن رشاوى خلال توليه منصب نائب رئيس الأسبق باراك أوباما كثيرون تساءلوا من هو سولا وماذا يقصد ماسك سولا هذا كما تعرفه الموسوعة البريطانية هو قائد عسكري سيء الصيت انتصر في أول حرب أهلية شهدتها الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الأول قبل الميلاد ليتحول إلى حاكم مستبد اشتهر بقسوته ضد معارضيه أما قصد ماسك من تغريدته فكما يقال المعنى في قلب الشاعر بعد منتصف ليلة السابع والعشرين من أكتوبر العام الماضي تسلل أمريكي متطرف إلى الفناء الخلفي لمنزل رئيسة مجلس النواب أنذاك نانسي بيلوسي في مدينة سان فرانسيسكو حطم المهاجم الأبواب زجاجية باستخدام مطرقة واقتحم المكان لم تكن بيلوسي هناك إلا أن المنزل لم يكن فارغا زوجها بول ذو الاثنين وثمانين عاما استيقظ على وقع الضجة نهض فزعا لتفقد المكان وما ان راه المهاجم حتى انهال على راسه بالمطرقه لم يفقد بول المسكين حياته لكنه تعرض لكسور خطيره في الجمجمه تحقيقات الشرطه قالت ان المهاجم امريكي متطرف مؤيد لترامب ومن اشد المصدقين لادعاءاته بشان سرقه انتخابات 2020 لكن الخطر لم يقتصر على الهجوم فحسب فردود الفعل لم تكن اقل عنفا تعليق شخصيه معروفه على الحادثه لقي استهجانا كبيرا فسويعات قليله بعد الهجوم دونالد ترامب جونيور ينشر صوره على حسابه في انستغرام لمطرقه ولزوج من الملابس الداخليه يعلق متهكما لقد جهزت زياب بول بيلوسي للهالوين تعيش الولايات المتحدة حاليا في ظروف الحرب الاهلية بسبب حجم العنف السياسي الداخلي. ظاهرة العنف السياسي اصبحت تنتشر بسرعة اكبر مما توقعته. العنف السياسي عندما يبدا في الخروج عن السيطرة يخرج عن السيطرة بسرعة كبيرة. وهذا بالتاكيد ما حدث نوعا ما. تضييق إدارة بايدن الخناق على المحافظين سيثير غضب أحدهم ويطلق النار أو ربما تندلع حرب أهلية بهذه الكلمات صب النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان مات مادوك جام غضبه خلال كلمة لأنصاره بعد توجيه اتهامات لأعضاء في الحزب بتزوير نتائج الانتخابات لصالح ترامب إذا استمرت الحكومة في تسليح هذه الإدارات ضد المحافظين والمواطنين الذين هم دافعو الضرائب، فأنت تعلم ما الذي سيحدث لهذا البلد. سيشعر شخص ما بالغضب الشديد، وسيطلق النار على شخص آخر. هذا ما سيحدث، أو قد نشهد حرباً أهلية أو نوعاً ما من الثورة.

كان هجوم الكابيتال عام 2021 زلزالا سياسيا غير مسبوق في التاريخ الامريكي لا يمكنك ان تسترد بلدك برفق تسترده بالقوه كن هناك ما سيحدث سيكون جامحا بهذه الكلمات حث ترامب أنصاره على التدفق إلى واشنطن وتعبير عن رفضهم لنتائج التصويت الآلاف لبوا نداء صبيحة السادس من يناير لكن سرعان ما خرجت الأمور عن السيطرة حشود غاضبة تقتحم الكابيتول درة تاج الديمقراطية الأمريكية لم يحدث ذلك في يوم عطلة بل أثناء اجتماع مجلس النواب للمصادقة على فوز بايدن بالرئاسة هدير بشري غاضب أصوات ترعد وتهدد بالانتقام لرئيسها المحبوب لم يسلم حتى نائبه من غضب الحشود شنق مايك بنس الخائن الذي قبل خسارة سيده هكذا هتف المهاجمون أصحاب سوابق يعبثون بأوراق مهمة في مكتب رئيسة مجلس النواب مشاهد الفوضى أذهلت العالم ما الذي يجري في الدولة الأعظم؟ تساؤل جعل الملايين يتسمرون أمام هواتفهم الذكية يراقبون لحظة بلحظة مجريات غزوة الكابتل إذا كان هجوم الكابيتول هو ردة فعل أنصار ترامب على خسارة الانتخابات فكيف الحال إذا ما أدانه القضاء الأمريكي عام 2024 بعشرات التهم التي تلاحقه؟ حيازة وثائق سرية، محاولة قلب نتائج الانتخابات وغيرها الكثير. سؤال شائك دفع السناتور الجمهوري لينسي جراهام للتحذير من التداعيات. إذا تمت محاكمة ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية سنرى أعمال شغب في الشوارع. حتى ترامب نفسه تنبأ بحدوث أشياء مروعة إذا لم تنخفض حرارة البلاد السياسية. هكذا نقلت عنه فوكس نيوز هذا ما قاله ترامب لفوكس سافعل كل ما بوسعي لاساعد البلاد لأنه يجب خفض مستوى الاحتقان إذا لم ينخفض أشياء فظيعة ستحدث. وفي لقاء بثته منصة اكس سأل المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون الرئيس السابق هل تعتقد أننا نتجه نحو حرب أهلية؟ كما تعلم كان يوم السادس من يناير ملفتا للغايه لانهم لم ينقلوا احداثه بشكل صحيح حينها طلبت من الحشد ان يتظاهروا بشكل سلمي ووطني لا احد تحدث عن ذلك لم أرى من قبل الحب والشغف اللذين أظهرهما الحشد لكن في الوقت نفسه لم أرى من قبل هذا الكم من الكراهية التي أظهرها الحشد نفسه بسبب ما فعله الآخرون ببلادهم هل تعتقد انه من الممكن ان نتجه الى صراع مفتوح يبدو اننا نتجه نحو شيء ما لا اعرف حقا يمكنني القول ان هناك مستوى من العاطفه لم اره من قبل وهناك مستوى من الكراهيه لم اره من قبل ايضا وربما يكون هذا مزيجا سيئا لكن متى بدات تلك الكراهيه في الولايات المتحده كان العشرون من يناير 2009 يوماً شديد البرودة في العاصمة واشنطن لكن حرارة الحدث أخرجت مليوني شخص من منازلهم للاحتفال قبل ستة عقود لم يكن الأمريكيون من أصل إفريقي يستطيعون ارتياد أماكن البيت لكن هو أحدهم يدخل البيت الأبيض سيداً لا عبداً أول رئيس أسود والاول من خلفيه مسلمه والاول الذي يردد اسما عربيا خلال تنصيبه باراك حسين اوباما حتى الان كل شيء مبهر ورائع وعاطفي ولايتان متتاليتان بدا انهما استهلتا تاريخا جديدا للبلاد لكن سرعان ما انقلب كل شيء الرئيس التالي ياتي من اقصى اليمين فوز ترامب انتصار للعرق الابيض الفارق الكبير الذي تلاحظونه خلال النظر الى استطلاعات راي الجمهوريين في عام 1980 وعام 2016 وحتى عام 2020 يتمثل في ان مستوى الاحباط العرقي وهو يختلف عن العنصريه كان متشابها لدى كل من الجمهوريين والديمقراطيين في عام 1920 كان لديهم نفس الحجم من الاحباط العرقي وبشكل جوهري استوعب الجمهوريون كل الاصوات على اساس الاحباط العرقي الامر الذي يحمل دلالات مبهمه والآن نرى أن الأغلبية البيضاء ستصبح أقلية في الولايات المتحدة في عام 2044 هذا يعني أن البيض لن يكون قوة متفوقة في حين ستقل حصتهم في السكان عن 50% لكن كلما يحدث ذلك في شتى مناطق العالم ينشب العنف هناك مثلا دراسة مثيرة للاهتمام عن الهند كتبها مجموعة من خبراء الاقتصاد البريطانيين كشفوا أن حالات العنف بين الهنود والمسلمين في البلاد لم تنشب بسبب تكاثر هجمات المسلمين على الهنود فالأمر ليس كذلك مع صعود نجم ترامب في الحياة السياسية، سرعان ما تبنى اليمين الأمريكي نظرية الاستبدال. هذه النظرية التي ولدت على يد المفكر الفرنسي رينو كام عام 2010، تزعم أن هناك مؤامرة عالمية لاستبدال المواطنين البيض عمدا بمهاجرين من, من الأفارقة والمسلمين واللاتينيين. هذه الأفكار ترافقت مع ازدياد حوادث العنف ضد الأقليات العرقية والدينية. فالكثيرون فهموا شعار حملة ترامب لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى على أنه دعوة لإعادة هيمنة العرق الأبيض. تخيل أنك ديمقراطي من أصل إفريقي تسكن في منزل ريفي جميل في ولاية فلوريدا وجارك جمهوري أبيض. هل تكون علاقتكما على ما يرام؟ تعلمنا في الماضي ان الثوره تنشب حين ينهض الفقير للاستيلاء على ما يمتلكه الغني لكن في الحقيقه يبدا العنف السياسي حينما يشعر اصحاب المزايا بالخطر اي يشعرون بان احدا ما يريد اخذ تلك المزايا منهم هذا ما حدث في رواندا او خلال مختلف الحروب الاهليه بين ممثلي المجموعات العرقيه لا ارى انها قضيه عرقيه بقدر ما هي قضيه مزايا تحدث في كل اصقاع العالم وها هي تحدث في الولايات المتحده على عكس الاوروبيين حيث انحصر التدين بشكل كبير خلال القرن الماضي حافظ 70% على الاقل من الامريكيين على التزامهم بزياره الكنيسه غير ان هذه النسبه بدات تتراجع مع بدايه الالفيه الثالثه لتهبط الى اكثر من النصف بقليل للمره الاولى في تاريخ البلاد وفق احصاء اجراه معهد ابحاث الدين غير الربحي في مارس 2023 مع ذلك تمثل قضايا كالإجهاض والمثلية إحدى أبرز مظاهر الانقسام بين الأمريكيين، فبينما يراها البعض جرائم تتنافى مع القيم الدينية، هناك من يعتبرها حقوقا يجب أن يكفلها الدستور، لكن أي دور يلعبه الدين حقا في هذا الجدل؟ وزن الهوية الدينية انخفض في المجتمع الأمريكي بشكل سريع وهذا يعني أن هناك عددا أقل بكثير من المتدينين بالمقارنة مع ما كان عليه قبل عشر سنوات وطبعا قبل عشرين سنة ومع كل الاحترام للناس ذوي الهوية الدينية القومية إلا أن بعض هذه الخلافات ترتبط بالتطرف الديني فينحصر النقاش في الدعوات لاحترام الحرية أو احترام قيمة الحياة من جانب واحترام قيمة اختيار عملية الإجهاض من جانب آخر لكن الدين لا يلعب سوى دور صغير في بعض تلك النقاشات بالفعل وكأن ذلك يتم توجيهه هناك بعض المنتسبين الى معسكر اليمين المتطرف والمجموعات المسيحيه القوميه التي لا تزال تمثل قوه لكن لا اخفي عليكم ان الحركات الانجيليه تشهد انكماشا على مستوى النشاط في الولايات المتحده الامر الذي يؤثر في نفوذها السياسي ايضا لو كنت أمريكيا أو تعيش في الولايات المتحدة فأنت معرض لإطلاق نار أكثر من معظم سكان العالم قد يحدث هذا في الليل أو في وضح النهار في مركز للتسوق في تكساس أو أثناء مرورك صدفة في شارع مزدحم في نيويورك أو ربما خلال وجودك في إحدى مدارس فلوريدا أو تينيسي فهناك نحو 400 مليون قطعة سلاح وتريليونات الطلقات فقط في النصف الأول من هذا العام لقي حوالي عشر ألف أمريكي مصرعهم بالرصاص كل ما تفعله بسلاح قانوني في الولايات المتحدة شرط ألا تضغط الزناد فمتى مفارقة غريبة فالتعديل الثاني لدستور ومنذ عام 1788 يكفل للأمريكيين حق امتلاك السلاح كي لا تستبد الحكومة بهم من أسس الولايات المتحدة هم المتمردون أليس كذلك؟ كانوا انفصاليين فإن الحق الأصلي في حيازة الأسلحة النارية كان ينطبق على الميليشيات كان ذلك مرتبطا بنشاط الميليشيات الميليشيات التي يجب أن يتوفر لديها الوصول إلى الأسلحة لتجنب تفوق القوات الفيدرالية المركزية عليها فإن المسألة الكبرى التي تواجه الولايات المتحدة تكمن في أن الدستور الأمريكي الذي يمجده الجميع بما في ذلك اليمين واليسار تمجيدا شبه ديني مثل الكتاب المقدس أو حتى أكثر يعتبر وثيقة قديمة فعمر الدستور حوالي 300 سنة أو 200 إلى 260 سنة إنه قديم وبالتالي فإن التعديل الثاني للدستور الأمريكي يصبح بلا معنى تماما عندما نكون في عالم تمتلك فيه الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية تلك أشياء لم يكن بوسع مؤسسي الدستور أن يتخيلوها أو يخططوا لها إذن لديك هذه الوثيقه وهي نتاج عقليه مبدعه لكنها قديمه اقصد هنا ان مساله الاسلحه الناريه في الولايات المتحده تكمن في ان السلاح يعد موضع تمجيد ويعد ايضا علامه للحريه ورمزا ثقافيا عميقا في يوم مشمس من شهر يوليو عام 2020، سار عشرات الأمريكيين من ميليشيا ان افيسي نحو نصب تذكاري مثير للجدل في ستون ماونتن في ولاية جورجيا، بملابس سوداء شبه عسكرية وبنادق وذخيرة. أقسم المسلحون الذين كان معظمهم من أصول أفريقية على حماية أمة السود. مع ذلك قالت وسائل أعلام أمريكية إن أعضاء الميليشيا المدججين بالسلاح يدعون إلى السلام والعدالة لم تكن أن سي إلا واحدة من عشرات الجماعات المسلحة في الولايات المتحدة أغلبها من البيض أعضاؤها يمينيون متعصبون أو يساريون معتدلون بعضها معروف وبعضها الآخر يلفه الغموض سيفن مارش ألقى نظرة عن قرب على تلك الميليشيات. لقد قضيتُ وقتاً طويلاً مع أعضاء الحركات اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة، وأجريتُ مقابلاتٍ معهم، وتحدثتُ معهم. وسياساتهم تتغير احيانا كل اسبوع، فعلى سبيل المثال هم يلتقطون مسائل مختلفة لتكون موضع هوسهم وينسجون نظريات المؤامرة حولها كما تعلمون، واحيانا كل شهر مثل براود بويز وتلك المجموعات المختلفة، انها جماعات تنهار ومن ثم تعيد تنظيم صفوفها طوال الوقت، ليسوا وحدة متماسكة، ايا كان ما سنقوله عنهم الان ربما لن يكون صحيحا في غضون ستة اشهر، وهم مجرد كتلة متصاعدة يمكن ان تتخذ هويات سياسية جديدة بين عشية وضحاها، وهذا هو السبب في انه من الصعب جدا فهمهم، ومع ذلك فهم منتشرون بكثرة وينتقلون في ارجاء مختلفة. هناك حرفيا المئات من تلك المجموعات الصغيرة للغاية التي ينضم اليها الناس ويتركونها ذهابا وايابا. فجأة يهتمون بالتعديل الثاني للدستور، ثم يعتقدون ان حكومة الولايات المتحدة قد عقدت صفقة مع مخلوقات فضائية ذات سلطة، اليس كذلك؟ هم يحتجون على الضرائب، افضل ان اشبهها بالبوفيه، مثل مائدة كبيرة من الافكار. ولا ينصب تركيزهم على فكره واحده منها انهم غير مترابطين على اقل تقدير انهم يؤمنون بامريكا لكنهم يكرهون حكومتها ويصل الامر الى مرحله تجعلهم يعتقدون ان كرههم للحكومه هو تجسيد لحبهم لبلادهم اليس كذلك؟ وهذا يخلق حسا من التناقض المتجدر. بالحديث عن العنف والسلاح والميليشيات قد يتبادر سؤال الى الذهن هنا لماذا يسهل جر الامريكيين الى العنف؟ او على الاقل هذا ما يبدو، كيف نفهم العقليه التي توجه خياراتهم؟ سنحاول معا الاجابه عن هذا السؤال من خلال حادثه وقعت عام 2016. في ذلك العام انتشرت نظريه مؤامره بيتزا جيت التي تزعم ان وزيره الخارجيه السابقه هيلاري كلينتون وديمقراطيين اخرين متورطون في شبكه للاتجار الجنسي بالاطفال تديرها سلسله من مطاعم البيتزا في واشنطن. في احد ايام ديسمبر المشمسه قاد امريكي مسلح شاحنته من كارولاينا الشماليه الى العاصمه مقتحما مطعم كاميت بينج بونج ظنا منه ان الاطفال المختطفين موجودون في قبو اسفله. لكنه لم يجد احدا. من هذه الحادثة انطلق الأكاديمي الأمريكي توماس باترسون في تأليف كتاب صدر عام 2019 بعنوان كيف فقدت أمريكا عقلها. باترسون حذر من جهل الأمريكيين بشؤون بلادهم ما يجعلهم عرضة للخداع والتضليل. بالمناسبة كان الجمهوريون أكثر ميلا لتصديق تلك الشائعة من الديمقراطيين لكن ظاهرة تصديق نظريات المؤامرة والأخبار الكاذبة منتشرة بشكل عام بين الأمريكيين صحيفة واشنطن بوست رصدت أكثر من سبعة آلاف ادعاء كاذب ومضلل أدلى به ترامب في أول عامين من رئاسته وصدقه كثيرون بحث آخر أجراه باترسون أظهر أن 15% من الأمريكيين يصدقون أن لقاحات الأطفال تسبب مرض التوحد مثلا و35% يعتبرون أن أزمة التغير المناخي مجرد خدعة حتى ان بعضهم يجهل معلومات بديهيه كاسم حاكم ولايته او عدد النجوم على العالم الامريكي او حتى القاره التي تقع فيها الولايات المتحده لكن ازمه تصديق المعلومات المضلله في امريكا اعمق من مجرد افكار ضاله تدور في رؤوس الناس احد ابرز اسبابها كما يقول باترسون هو انعدام ثقه الكثيرين بالساسه والمؤسسات الحكوميه في كتابه «الحرب الأهلية المقبلة» ، وضع ستيفن مارش خمسة سيناريوهات لحكاية الرصاصة الأولى إذا ما اندلعت حرب أهلية جديدة. من بينها مواجهات عنيفة بين الحكومة والميليشيات المتطرفة، غير أن اللافتة في تلك السيناريوهات تعرض رئيس أمريكي للاغتيال. فهل هذا وارد فعلا؟ نعم، ان اغتيال رئيس امريكي هو امر امريكي تماما، اليس كذلك؟ اعني انهم اغتالوا اربعه منهم حتى الان، انها وظيفه محفوفه بالمخاطر، اليس كذلك؟ انهم ينفقون مليون دولار في اليوم لإبقاء الرئيس على قيد الحياه، قال لي شخص تحدثت اليه ان قتل السياسيين جزء من العمليات السياسيه الامريكيه، المشكله الان ليست بالضروره ان يقتل سياسي. لكن لن يكون هناك مساحة امام الحزبين للحزن الجماعي صحيح قبل هجوم الكابيتول بثلاثه ايام حذر عشره وزراء دفاع امريكيين سابقين في مقال مشترك نشرته صحيفه واشنطن بوست من اقحام الجيش في النزاعات السياسيه معتبرين ان قوه الولايات المتحده تكمن في مدنيتها لكن بينما تزداد التحذيرات من انزلاق البلاد الى مستنقع العنف هل يمكن ان يتدخل الجيش الامريكي العنف لا يمكن سوى ان يؤدي الى تدهور الوضع في النهايه لذلك فالشيء الأخير الذي يرغب فيه الجيش الأمريكي هو أن يجد نفسه في حالة مواجهة مع المتمردين في بلاده لا يريد الجيش مواجهة التمرد في أي مكان كان أعلم أن هناك تعليمات بذلك فقد تحدثت إلى عقيد مسؤول عن تنفيذ عمليات متنوعة في الولايات المتحدة سيما تلك المتعلقة بمواجهة الحركات الانفصالية ذلك أن الميزة الرئيسة لمثل هذه اللعبة تكمن في استحالة الانتصار لذلك تتمثل الاستراتيجية الوحيدة في عدم المشاركة فانهم لا يريدون المشاركه ويعرفون ذلك جيدا ليس هناك احد داخل هذه المؤسسات لم يستخلص هذا الدرس لكن بما انه لم يبقى هناك سوى مؤسسه واحده في البلاد تحظى بثقه الجمهور العام فانها سوف تجد نفسها امام طريق مسدود وقد يتم جرها الى الصرف المؤسسه العسكريه هي المؤسسه الوحيده التي لا تزال تحظى بالشرعيه الكامله بدعم واسع من الجميع وبالطبع هذا مرعب حقا انهم هنا لخدمه السياسيين وهذا هو الاساس الكامل لاسلوب حياتهم بعد هجوم الكابيتول بيوم واحد دعا ترامب أنصارة في تغريدة إلى الابتعاد عن العنف عاد الهدوء بالفعل ولم تشهد الولايات المتحدة أحداثا مشابهة لكن هل يمكن جديا التعويل على تأثير ترامب لإنقاذ البلاد؟ بالنسبة لي ترامب هو عرض اكثر بكثير من كونه سببا لاي شيء. هو كمن يركب الموجه اليس كذلك؟ وعندما نتحدث عن هذه المسيرات الانتخابيه فهو لا يضطر الى الدعوه اليها، الناس يحضرون فحسب. اذا كنت في بلده صغيره في ولايه ايوا وظهر ترامب، الناس يحضرون بارادتهم. يبدو الامر اشبه بمشاهده مباراه مصارعه عالميه. مباراه دبليو اي. انها ترفيهيه بقدر ما هي مسيره سياسيه. وكما تعلمون لديه بالتاكيد هذه القاعدة الجماهيرية، لكن تلك القاعدة كانت موجودة قبله وستوجد بعده، اليس كذلك؟ وأود أن أقول أن التفكير في أن ترامب يمكنه فعل شيء مسؤول هو نوع من سوء الفهم لهويته الحقيقية، هو ليس شخصا يتحمل المسؤولية عن أي شيء، وبالتالي لا أعتقد أن هناك فائدة يمكن أن تأتي منه، لكن من ناحية أخرى إلقاء اللوم عليه وحده أمر سخيف حقا فما الذي تحتاجه الولايات المتحده برأي ستيفن مارش هناك دستور غير فعال في الولايات المتحدة فهم يعيشون في كنف نظام قانوني لا يستجيب إلى واقعهم لذا يحتاجون إلى دستور جديد يحتاجون إلى التوافق لقد قال توماس جيفرسون أن أي دستور يجب أن يستغرق سريانه عشرين عاما فقط أو بالأحرى تسعة عشر عاما تسعة عشر عاما فقط وإلا فإن الأمر يشبه الصفقة مع إنسان ميت وهذا هو الوضع في الولايات المتحدة يطبق الأمريكيون اتفاقا مع أناس توفوا قبل حوالى 250 عاما هم بالمناسبه كانوا ايقونات الحوكمه العلمانيه ولا اعتقد انهم يرغبون في ان يتم التعامل معهم كالالهه او الاشباح هم ارادوا حكومه بناءه وفعاله <applause> ورث الأمريكيون عن آبائهم المؤسسين ما اعتبروه كنزا ميزهم عن باقي الأمم في مرحلة لاحقة أطلقوا عليه الحلم الأمريكي حين استوحاه المؤرخ جيمس آدمز من إعلان الاستقلال كل الناس خلقوا متساوين ولهم بعض الحقوق غير القابلة للتغيير مثل حق الحياة والحرية والسعي وراء تحقيق السعادة لكن عادة عندما تضرب الانقسامات امة ما تهدد اثمن ما لديها فما هو الحلم الامريكي اليوم؟ حلم الجمهوريين ام حلم الديمقراطيين؟ وما الذي تبقى منه؟ لا اعتقد ان امريكا فشلت. اعني اني عملت في امريكا. احب امريكا. اعتقد اني اقول ذلك من دون تحيز الحلم الامريكي هو اساسا ان تحقق ذاتك بشروطك انت هذا هو معنى الحلم اليس كذلك ان تكون قادرا على التعبير عن هويتك وكيانك بالكامل هذا كان ولا يزال الحلم ولكن يمكن ان تشعر ان الحلم يزول اخذت اولادي الى تمثال الحريه منذ بضع سنوات وسالني ابني لماذا يعطى كل هذه القيمه وفطر قلبي لانني اتذكر عندما كان يحمل كل المعاني هذه بلاد بنيت على ايدي المهاجرين الجميع كان يستطيع القدوم الى هنا والجميع اعتقد انه يسمح للجميع بالقدوم الامريكيون يشعرون باهميه عظيمه لوطنهم ويبدون ذلك بشكل علني انهم يشعرون بان وطنهم بمثابه المدينه اللامعه على قمه الجبل هناك اهميه كونيه لهذا الوطن بالنسبه للعالم والبشريه وبطبيعه الحال التغيرات التي تحصل في غايه الخطوره اعتقد انها خساره كبيره للعالم لباقي الدول وليس لامريكا فقط بكل تأكيد في خطاب ألقاه بمناسبة حصوله على جائزة نوبل للسلام عام 1964 قال مارتن لوثر كينغ الزعيم الأمريكي من أصل إفريقي الذي قضى نحبه على يد متعصب أبيض هناك نوع من فقر الروح الذي يتناقض بشكل صارخ مع وفرتنا العلميه والتكنولوجيه كلما اصبحنا اغنياء ماديا اصبحنا اكثر فقرا اخلاقيا وروحيا لقد تعلمنا ان نطير في الهواء مثل الطيور وان نسبح في البحر مثل الاسماك لكننا لم نتعلم الفن البسيط المتمثل في العيش معا كاخوه العيش معا كأخوة ليس حال الأمريكيين اليوم فالأجواء المسمومة يبدو أنها مع اقتراب الاستحقاقات الكبرى ذاهبة إلى تصعيد أكبر ترامب يصف بايدن بالفاسد والخرف المحاط باليساريين والفاشيين وفي المقابل يشن بايدن هجوما لاذعا على خصمه الجمهوري نفذ صبري يقول الرئيس الامريكي معتبرا ان ترامب خطر على الديمقراطيه ويهدد جوهر الامه ورغم كل المتاعب القضائيه التي تلاحقه لن يكون ترامب خارج السباق الى البيت الابيض ما يعني ان هزيمته مره جديده في ظل استمرار التوتر والاستقطاب الحاد قد يفتح ابواب الجحيم You have ultra left wing globalism. They hate our country. You can't be pro insurrection and pro democracy. You can't support law enforcement and call the mob that attacked the police on January 6th in the United States Capitol patriots. And you heard what he recently said? He said if he gets elected again, he'll pardon them all, he'll pay their legal fees. Joe Biden is the puppet of left wing extremists trying to erase our borders, eliminate our police, indoctrinate our children, vilify our heroes, take away our energy. You know all about that. Take away our energy, if you can believe it. No fossil fuel. Destroy our Second Amendment, attack the right to life, and replace American freedom with left wing fascism. بودكاست سؤال المليار أقدمه لكم أنا ميرا شغازي زينة طبارة في إدارة الشرق بودكاست أعداد وكتابة سيناريو رامي زين الدين أعداد وكاتب سيناريو مساعد أنا ميرا شغازي منتج مساعد خلدون سعد وميكساج سامي أبو لوح إلى اللقاء في حلقة جديدة